صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في يوم جديد. صباح سعيد دايما عليكم. طبعا بعد شويه اللياقه اللي احنا شفناها والايروبكس وقبليها اخبار الرياضه اللي قدمتها الزميله امل نعمان، اكيد فوقنا شويه. خلونا بقى ندخل على قراءه في اهم منشطات الصحف المصريه الصادره اليوم، وطبعا مجموعه متنوعه من الاخبار المختلفه. هبداها معاكم من الاهرام في الصفحه الاولى. الرئيس أعلى درجات الأمان لمحطة الضبعة النووية، مراجعة التخطيط العمراني وتجميد البناء حول الموقع حتى نهاية العام. في تفاصيل هذا الخبر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أي أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية. كما وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات الرئيسية المعنية بمشروع المحطة، وهي هيئات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هيئة التخطيط العمراني للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقا للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طبعا محطة الضبعة النووية دي أمل جديد لمصر في إنتاج طاقة كهربائية كثيرة ونظيفة في نفس الوقت. أروح للخبر الثاني واللي يهم جميع أولياء الأمور اللي أولادهم نجحوا في الثانوية العامة السنة دي، وطبعا في مازال لسه في قلق بقى من جميع اللي هم شايفينها منخفضة، بس دكتور خالد قال يعني وزير التعليم العالي إن بدل المجموعة انخفضت إذن مؤشرات القبول في الكليات هتنخفض. في خبر في الجمهورية الصفحة السادسة، وزير التعليم العالي انخفاض القبول بالكليات من 7 إلى 10% درجات. مؤشرات الطب البشري أقل من 92.5، الأسنان 91.2، الصيدلة 89%، العلاج الطبيعي 88.4%، الهندسة مرحلة تانية، الاقتصاد 90%، كليات الإعلام تنتظر امتحانات القدرات، انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات غدا تجريبي. معي للتعليق على هذا الموضوع دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس. دكتور حسن تحياتي. صباح الخير يا أستاذ سام. صباح الفل يا دكتور. دكتور حسن، طبعا مازال في قلق ما بين الاهالي، وطبعا هم ما زالوا بيقارنوا بالسنين اللي فاتت والارقام الفلكيه اللي كنا بنسمعها 102 و103 و105 و95 و99 و9 وحاجات كانت غريبه بصراحه. شايف السنه دي الاهالي والطلاب نفسهم يتعاملوا مع اختيار الكليات ازاي؟ دكتور حسن. الحقيقه طبعا ان هذا العام الامتحان الثانوية العامة أفرز الطلاب القادرين على امتلاك مهارات الفهم والتطبيق والتحليل، أن درجات هذا العام بتعبر عن القدرات الحقيقية للطلاب، وده يطمن أولياء الأمور أن الحد الأدنى للقبول في الكليات انخفض بنسبة من 7 إلى 10%، وده بيؤكد ان انتهى عصر التفوق الوهمي، انتهى عصر. طيب اسمح لي عايز بس اشد خط كده تحت كلمة لحضرتك، عشان الاهالي ما زالت بتقول برضو، احنا بنحاول نناقش برضو الموضوع وبوصل لك وجهات النظر الاهالي. يعني الاهالي بتقول اللي كانوا طبعا الولادهم بياخدوا بدروس بالذات، يعني ده كان بيجي لي من السنتر مقفل الكيمياء، ده كان بيجي لي من السنتر مقفل الاحياء، ده سنتر كان بيتصل بيا يقول لي مش عارف ايه، بنتي او ابني كان بيجيب الدرجات النهائيه في الامتحانات التجريبيه، وبعدين فوجئنا ان هو جايب 70% 75%، لا ده الامتحانات ديت مش من المنهج. ترد عليهم تقول لهم ايه؟ الحقيقه طبعا يعني لاول مره وزاره التربيه والتعليم والدكتور طارق شوقي مهندس التعليم في مصر تتحمل يعني صعوبات ومشكلات وهميه لا حصر لها. اللي عاوز اقول للساده اولياء الامور ان اولادكم اللي كانوا بيروحوا السناتر واللي كانوا بياخدوا دروس خصوصيه واللي بيعتمدوا على الكتاب المدرسي انتهى هذا العصر، لان ده كان بننقل يا استاذ حسام
الاسئله من كتاب الوزاره نحطها في ورقه الامتحان يتفوق الطلاب ويحصلوا على 100% وبعدين يرسبوا في اعدادي طب واعدادي هندسه واعدادي صيدله. ده تفوق وهمي يا اساتذه، ده تفوق وهمي. التفوق الحقيقي هذا العام اللي هذا العام الدرجات تعبر عن القدرات. الطالب اللي بيفهم والطالب اللي بيفكر والطالب اللي بيقدر يحلل والطالب اللي بيقدر يطبق هو الطالب اللي هينجح في الجامعه. الطلبه اللي هنجحوا دول هم هينجحوا في الجامعه مش هيرسبوا. الطلبه اللي نجحوا دول مستقلين وبيعتمدوا على انفسهم. الطلب انتهى عصر التفوق الوهمي يا استاذ حسام، الوهم اللي كنا عايشين فيه. هل يعقل ان انا اقيس طالب بيحفظ ودخله الجامعه وهو بيصعد في اعدادي طب واعدادي صيدله؟ هل الدوله المصريه والاراده المصريه اللي السيد الرئيس دعا الى بناء انسان جديد لمجتمع جديد، انسان يفكر يبدي رايه يفسر يعلل يحترم ثقافته؟ طيب برضو اسمح لي برضو يعني اللي احنا عاوزينه. اسمح لي برضو اقول لك تعليق برضو لان ده اللي انا بسمعه من اولياء الامور، بيقول لك طب ما هو التعليم الجامعي نفسه كده، يعني حتى اللي بيدخل طب بيقعد يحفظ في مراجع ويحفظ مش عارف ايه وكلام من ده، يعني الناس كلها فاكره ان الطب عملي بشكل كبير لكن اغلبه حفظ. يعني حتى الكليات طبعا التجاره الحقوق الكليات العاديه، هل هنا هنشوف تطوير في التعليم العالي يوازي زي ما حضرتك بتقول التعليم قبل التعليم الاساسي او قبل العالي يعني في الثانويه العامه، بحيث ان الطالب من هنا لما يطلع زي ما حضرتك قلت قادر على التحليل وقادر على وقادر على لما يروح يلاقي نفسه بيرجع تاني يحفظ؟ الحقيقه طبعا ان يعني هذا الفكر التقليدي انتهى عصره. نعم. لان الجامعه مبنيه على عقليه غير عقليه الحفظ والاستظهار، عقليه الاستقلال، عقليه ابداع الراي، عقليه البحث العلمي، عقليه جمع المعلومات. بلاش كليه الطب، لما يبص لكليه الهندسه، يبص لكليه العلوم، يبص للكليات العمليه والكليات النظريه المختلفه، كلها يا استاذ حسام قايمه على البحث العلمي وجمع المعلومات. الدكتور خالد عبد الغفار يعني ربنا يديله الصحه ويكرمه، وسع في المجالات الجامعات، جامعات اهليه الان بتقدم برامج دوليه وبتقدمها اساتذه من الخارج وبتقدم برامج ترتبط بسوق العمل المتغيره. الجامعات التكنولوجيه، الجامعات الدوليه، الجامعات الخاصه، البرامج المتميزه في الجامعات المصريه، كل ده زخم وكل ده هيرضي اولياء الامور ان شاء الله وهيجدوا يعني مستقبل ابنائهم في انهم يتعلموا تعليم جامعي يرتبط بسوق العمل، يتخرجوا من الجامعه يشتغلوا. هذا هو النظام الجديد، الفكر الجديد. انتهى العصر، عصر التخلف. خلينا ندخل بقى على السؤال المهم يا دكتور، خلينا ندخل على السؤال المهم. خلاص اللي جاب 70 واللي جاب 75 واللي جاب 80 واللي جاب 85 وربنا يوفق كل الشباب، السؤال اللي بكل سنه بنرجع نساله، الناس تختار كليات لابنائها ازاي او الابناء؟ طبعا احنا برضو لازم نعذر الاولاد لان طبعا هم كانوا مطحونين في الثانويه العامه وما همش عارفين كليه الطب دي هتعمل ايه ولا كليه هندسه دي هتعمل ايه، هو حتى فكره ميوله دي ما زالت هوائية برضو، هو حب ده ما حبش ده. نبدأ بقى ندور على الشكل العملي ازاي نساعدهم، ساعدهم يا دكتور حسن ازاي يختاروا الكليات بتاعتهم عشان يتوفقوا فيها ويطلعوا زي ما قلت حضرتك جاهزين ان هم لسوق العمل. الحقيقة طبعا انا يعني بثمن فكر سيادتك في ان الدرجات هذا العام بتعبر عن قدرات الطلاب. يا معنى ذلك ان درجاتي اللي خدتها في الرياضيات او في الكيمياء او في الاحياء او في اللغه العربيه او اللغات الاجنبيه بتشير بطرف خفي الى الكليه اللي ممكن ان التحق بيها، لكن ده ما يكفيش برضه. يعني خلينا نكون ديمقراطيين ونقول للساده اولياء الامور لو سمحتوا لو سمحتوا اتركوا ابنائكم يختاروا ما يريدون، لان قدرات الابناء غير يعني غير يعني آمال الآباء. الآباء عندهم آمال كبيرة وأفكار كثيرة لا تتناسب مع قدرات أبنائهم. خلوا الطلاب هم اللي يختاروا، خلوا القرار النهائي في إيد الطلاب.
ما فيش حاجه اسمها كليات قمه كليات قاعده، في حاجه اسمها سوق عمل. سوق نعم. العمل دلوقتي محتاج لبرامج موجوده في الجامعات الاهليه. يعني انت بتتوافق معايا في فكره ان كليات القمه دي فقاعه وهميه؟ بتتوافق معايا في فكره ان كليات القمه دي فقاعه وهميه احنا اللي عملناها يعني؟ خليني يا استاذ حسام اقول لك بصراحه، انا ابني اتخرج من كليه الطب، لا بيعرف انجليزي ولا بيعرف كمبيوتر، وبعدين سك كده خد البكالوريوس بتاع الطب، هل هيفتح عياده؟ هل هيشتغل فين؟ هيشتغل في حته مستشفى هياخد له 1200 جنيه. قال لو هو في الهندسه واتخرج معاه. دلوقتي احنا في عصر اللغات الاجنبيه وعصر المانجمنت واداره الاعمال صحيح. وعصر التكنولوجيا، دي المهارات الحياتيه والمهارات اللازمه. حتى المحامي التقليدي بتاع زمان ما عادش موجود، ده انت دلوقتي عايز محامي مالتي ناشونال. انت فول اوبشن، عاوز واحد بيتكلم لغات اجنبيه ويقدر يفهم في المانجمنت ويفهم في العلاقات الاخرى ويفهم في التعامل الانساني. عاوز مدرس مختلف تماما، بيمتلك اللغات الاجنبيه ويمتلك لغه الكمبيوتر ويقدر يتعامل عن بعد مع المتعلمين ويقدر يعمل البورتفوليو ويقدر يستخدم المنصات التعليميه. كل ده انتهى، سوق العمل غير المفاهيم. صحيح كلها. صحيح. ارجو ان احنا ننظر الى سوق العمل قبل ان نقدم لابنائنا او نضغط عليهم. اتركوا ابنائكم يختاروا ما يريدون. نعم، انا بشكرك دكتور حسن شحاته استاذ مناهج جامعه عين شمس، وصباح الفل عليك. دي كانت توصيات مهمه اولياء الامور، اتمنى تحطوها في بالكم وانتوا بتختاروا مع ابنائكم، مش بتختاروا لابنائكم، مع ابنائكم. ايه اللي جاي؟ هروح للمصري اليوم في الصفحه الاولى، وخبر مهم جدا، تطعيم كورونا الزامي للعاملين في التعليم قبل بدء الدراسه. وزارة الصحة زيادت عدد مراكز اللقاح ل 657 وعدد مكاتب السفر ل 145. بسرعة تفاصيل في هذا الخبر، أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي. نص الكتاب الدوري على أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مديري المديرية ومديري الإدارة وعضو مديري المراحل بالمديريات والإدارة، تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية، يعني مش حكومية بس، حكومية وخاصة ودولية، تحت مسؤولية مدير المدرسة، تشمل متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى المسجل لتلقي الجرعات ولم يتلقى أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل. يعني هم يعملوا جدول مين اللي أخذ الجرعتين، مين اللي أخذ جرعة واحدة، ومين مسجل ولسه ما جاتلوش الجرعات أو ما أخدش الجرعات، ومين ما سجلش. ويختار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف. وأوضح الكتاب الدوري أن اللجنة ستخطر من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح 7 سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية. كما يتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات. في سياق آخر، قالت الدكتورة هلا زايد وزيرة الصحة والسكان أن المركز العالمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أصدر تصريحا حول أهمية التطعيم في ظل ظهور سلالة دلتا المتحورة، والذي نوه إلى أن التطعيم ما زال قادرا على تقليل نسب دخول المستشفى والوفاة للفئات الأكثر خطورة. وأوضحت وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أنه تمت زيادة عدد مراكز اللقاح ل 657 مركز بدل من 580 مركز، وعدد مكاتب السفر الى 145. طبعا خبر مهم، وبنأكد تاني ان المدرسين والعاملين في المدارس مش هيدخلوا مدارسهم الا بعد تلقي اللقاح. واتمنى، يعني انا بقول اقتراح كده لوزيرة الصحة مع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ليه كل مدرسة ما يبقاش فيها تبعت زي ما كنا كنا بنعمل 100 مليون صحة، نبعت عربية يبقى كل المدرسين موجودين، كل الطاقم الإداري موجود، في كل يوم نطعم مدرسة من المدارس في كل محافظة في كل مديرية، بحيث ان احنا ما نستناش نسجل وبعد التسجيل نقعد نستنى. في ناس مسجلة بقالها 3 شهور ولسه ما جات لهاش في حتت كتير. خلونا نروح لخبر تاني من الجمهورية الصفحة الرابعة، وموضوع هام جدا، حياة كريمة، حياة كريمة تضيء القرى، جهود كبيرة لبناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات وتوفير سكن كريم. طبعا حياة كريمة ما زلنا متابعين معاها هذا التطور الهائل اللي أشاد به العالم كله، فكرة ان انت تغير حياة 56% من سكان دولة
تعدادها فوق ال 100 مليون، دي حاجه كبيره جدا. معايا دكتور علي مسعود عميد كليه السياسه والاقتصاد. دكتور علي تحياتي، صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. يعني طبعا ما زلنا بنتكلم في فكره حياه كريمه، وهم بنتكلم دلوقتي على اضاءه القرى، وبرضو احنا ما بنتكلمش على فكره، وهنا كان الفرق في حياه كريمه ان هي مش تطوير حجر، لا ده تطوير وبناء انسان عن طريق تطوير الحجر والانسان في نفس الوقت. حقيقي خلينا نبدا نقول حاجتين مهمين. اتفضل. الحاجه الاولى انه برنامج حياه كريمه بيدخل في اطار توجه الدوله لتحسين جوده الحياه للمواطنين ورفع مستوى المعيشه ليهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه ده بياتي تحت اهتمام القياده السياسيه ممثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. بان الجمهوريه الجديده لن يحيا فيها مواطن مصري الا حياه كريمه. ودول نقطتين في غاية الأهمية، ولذلك احنا هنلاقي مشروع هو الأكبر، المشروع التنموي الأكبر الذي يستهدف محدودي الدخل ويستهدف المناطق الريفية في تاريخ مصر الحديث كله. بنتكلم عن مشروع 700 مليار جنيه. نعم. يستهدف 58 مليون مصري. ده احنا بنتكلم على مشروع قد يكون الأكبر مش في تاريخ مصر الحديث، ولكن قد يكون الأكبر من حيث نسبة المستهدفين على مستوى العالم كله. نعم. مش في مصر بس. الميزة في المشروع أنه ما هواش مستهدف قطاع معين، يعني دايما المبادرات بتبقى مستهدفة، مثلا مبادرة مستهدفة الصحة، مبادرة مستهدفة تعليم مجتمعي، مبادرة مستهدفة طرق، مبادرة مستهدفة مية، مبادرة مستهدفة إسكان. حياة كريمة مستهدفة جميع القطاعات اللي احنا ذكرناها، بمعنى انه المواطن في الريف اللي هو بيعيش في سكن غير ملائم بيتم التعامل معه، المواطن اللي هو مش قادر يوصل مية ولا كهرباء في بيته ولا مرافق بيوصل له، الريف اللي كان معظمه اكثر من 70% محروم في الصعيد. نعم. بالتحديد من الصرف الصحي سيتم توصيل الصرف الصحي، المناطق المحرومة من تعليم او نسبة الكثافة الطلاب فيها عالية سيتم انشاء مدارس فيها، المناطق اللي محرومة من خدمات صحية في وحدات صحية بتتعمل او بتعيد تجهيز الوحدات الصحية، طرق، انارة، تغطية ترع. نعم. دي حاجة. لكن في مكون مهم جدا يمكن الناس ما بتتكلمش عليه، الا وهو التمكين الاقتصادي. نعم. بمعنى ان انا بستهدف مناطق فقيرة، دخلنا ببرامج تمويل لمن لديهم افكار انه يبدا يقدر يعمل مشروع صغير او مشروع متناهي. صحيح. ودي نقطه مهمه فعلا، ودي طبعا عايزه حلقات تانية كبيره جدا يا دكتور علي. انا بشكرك دكتور علي مسعود عميد كليه السياسه والاقتصاد، شكرا جزيلا على وجودك معايا وعلى تعليق على خبر حياه كريمه. بكده نكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة، كنا في جولة في أهم منشطات الصحف المصرية اللي صدرت اليوم. بعد قليل وبعد الفاصل موجز أهم الأنباء، ثم نبدأ حواراتنا في هذا الصباح، ابقوا معنا.